بون، السلام عليكم، واش راكم لا فامي؟ ان شاء الله كامل، راكم لاباس؟ راكم تشوفوا اليوم راني نحيت الكاسكيطه، راه على شعري قد شراه شعري غفاله. المهم اللي جديد معانا ما ينساش يروح يدير ابوني ويفعل الجرس، اهم شيء تفعل الجرس باش يوصلك الجديد نتاعنا وما تراطيش. باش نطلب منكم برك لا فامي تفعلونا شويه مع لي فيديو الاخرين، نعاود نرجعنا بقوه. هيا اللي من لا فامي هاي باينه يدير جام ويجيب كشاف ساي يشرب، هاي نحي بها القلقه او ميم طون راك تتفرج في لا فيديو نتاعنا. هذا ما كان لا فيديو هذا واش راح تشوف معايا حبيبي؟ البري تاع تليفون جالاكسي اس دي 5 جي هنا في سوق الجزائر، البري تاعو حاليا لشهر جانفي 2023، وزيد بالزياده راح ننصحكم واش من نسخه تشريو، اسكو نسخه سناب دراغون لا الاكزينوس، وفي الاخر ثاني نعطيكم واش الفرق بين الكابا والشركه، ولا واش معناتها كابا واش معناتها شركه، راني يعني نقصد التليفونات اللي هنا. تابعوا معايا باك دوك تفهموا كلش ان شاء الله. بون، مواصفات عندك حجم الشاشه 6.7 بوصه، وعندك كثافه شاشه التليفون واللي هي 3040 ضرب 1440 بيكسل، بالاضافه الى معالج رئيسي من نوع سناب دراغون 855، وعندنا نسخه اخرى اللي راح تجينا بمعالج اكزينوس 9820 اوكتا، يعني هنا راح يكون معالج كوالكوم سناب دراغون 855 افضل معالج. معالج الرسوميات عندنا الادرينو 640، هذه بالنسبه للسناب دراغون، وبالنسبه للاكزينوس عندنا مالي جي 76 ام بي 12. نقلبوا التليفون من الخلف باين راح نلقاو فيه كاميرا ثلاثيه، عندك 12 ميجا بيكسل بفتحه عدسه f2.4، وعندك 12 ميجا بيكسل بفتحه عدسه f2.4، وعندك 16 ميجا بيكسل بفتحه عدسه f2.2. التليفون هذا راح يجينا مرفق بفلاش ليد. كي نحكيو هنا على نظام التشغيل عندنا اندرويد باي 9.0. التليفون هذا راح يجينا ببطاريه من نوع ليثيوم 4500 ملي امبير، درت نحيها من التليفون سما غير قابل للإزالة. هيا درك مع بعض نشوفوا البري تاع الجالاكسي اس دي 5 جي هنا في سوق الجزائر لشهر جانفي 2023. عندك نسخة 8250 سي الفيرسيون تاع سناب دراغون راهي داير حاليا في سوق الجزائر 57000 دينار جزائري، وهاي باينة البري يختلف من محل إلى محل ومن ولاية إلى ولاية. الناس دوك راهم حايرين واش من نسخة يشريو، يشريو النسخة تاع سناب دراغون ولا الإكزينوس. هيا شوفوا واش راح نقول لكم. انا ننصحكم شخصيا تشريو النسخه نتاع سناب دراغون 855. قول لي علاش؟ كي نشوفوا المعالج نتاع كوالكوم اللي هو سناب دراغون 855 ما نلقاوش فيه مشاكل ارتفاع درجه الحراره، بل انه راح نلقاوه يتمتع بعمر بطاريه افضل قليلا، هذه وفقا لمعظم المستخدمين. باختصار يعد سناب دراغون هنا باش نختصروا كلش، يعد سناب دراغون 855 افضل خيار على هاتف الجالاكسي اس دي 5 جي. من الاخر سما روحوا اشتريوا نسخة سناب دراغون 800. نجيو لواحد الموضوع، كيفاش تعرف تليفون كابا وشركة؟ شوف تاع الشركة عندك راح تلقى معاه ضمان، وراح تلقاه مغلف سما الباطا نتاعو ما تحلتش، وتلقى مكتوب فيه مركب محليين ولا سما تاع الجزائر ومعاه ضمان عام. هذه الناس اللي سقساتني على سامسونج كيما بكري عندك الانفا وقطع تليفونات كانوا هنا مركبين في الجزائر، راهم يقولوا سما هذو هما نتاع الشركة، وراح تلقى معاه سماعات في الباطا، سما هذا هو المركب محليا. الكابا يجيب باطون نورمال ماكش راح تلقى معاه سماعات وما الى ذلك، وزيد ماكش راح تلقى معاه ضمان. هذه هي للناس اللي باغي تفرق بين هواتف كابا وهواتف. في الاخر لا فامي نتمنى لا فيديو يعجبكم واستفدتوا منه، شفتوا البري تاع الجالاكسي اس دي 5 جي هنا في سوق الجزائر لشهر جانفي 2023، وزيد فهمتوا واش من نسخه تشريو وعرفتوا واش الفرق بين الكابا والشركه. انت الله وخليونا جام، ماكش مابوني ديرنا ابوني، وسلام عليكم، نشوفوكم في فيديو جاي ان شاء الله.